يعني احنا انا اكثر شيء يعني اكثر شيء استغرب له انه انا ما كنت احس بفوارق بان اسمع ال يعني الكل يمشون ما ادري. انا اتمنى انه الشباب ما يزعلون مني يعني، بس انا قاعد الاحظ انه اكو تشابه هواية بكتابة القصيدة الشعرية بالوقت الحالي. يعني تحسهم واحد يقرأ بمكان الثاني، ما تعرف شنو الموضوع. يعني قلت لك انا يعني مو من احكي كذائق، بس انا ما احكي كشاعر، وانا هم انا نفس الشيء. يعني يعني ما اريد اضرب هذا المثل بعد البرنامج، اقول لك اكو تشابه ايضا بهذه الحاله وبحاله اخرى بالغنائيه، تشابه بالاغاني وايضا بالقصيده، تشابه بالاسلوب، تشابه بالادوات، باستثناء اكو شعراء يعني مع احترامات مع كل تقديرنا واحترامنا لكل يعني اكو قصائد حلوه جاي نسمع انه قصائد هذه منفرده، لكن الاغلب والاعم انه القصائد متشابهه بصورها بادواتها طبعًا. ومثل ما اكد على هذا الموضوع انه انا اتحدث كذائقه، ما اتحدث الان كشاعر، لان جزء قد شعرا قد يتفوق على قصائدي هذا اللي اتحدث عنه او جاي انقد الحاله، لكن نحكي كذائقه اليوم اسماء قليله اللي هم منفردين بقصائد منفردين فعلا.